يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وما بعدها من آيات أنه سيغضب على أهل النار ويمقتهم أشد المقت ويغضب عليهم غضبا عظيما. وإن الله سبحانه وتعالى سيخلدهم في النار ويدخلهم النار فيقولون وهم كذلك وهم في النار: سوف يكرهون أنفسهم أشد الكراهية وهم في نار جهنم. فيقول لهم الله سبحانه وتعالى: مقت الله جل وعلا لكم إذ أنتم في الدنيا يدعوكم الرسل والأنبياء وأتباعهم إلى عبادة الله جل وعلا وحده وعدم الإشراك به، وأنتم تكفرون بدعوة هؤلاء الأنبياء وتصرون على الكفر بالله تبارك وتعالى وتصرون على الإشراك بالله، مقت الله لكم عند ذلك أعظم من مقتكم لأنفسكم وأنتم خالدون في نار جهنم، جوا جهنم بيكره نفسهم. وربنا بقول لهم كراهية الله لكم لما كنتم في الدنيا تدعون إلى التوحيد والإيمان فترفضون ذلك أعظم من مقتكم لأنفسكم وأنتم في نار جهنم. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ في طريق نمرق من جهنم. ربنا قال ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذي العرش، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لله لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. ولذلك أخواننا المؤمن ينتفع بكلام الله سبحانه وتعالى ويفرح إذا ذكر بحق الله وإذا ذكر بتوحيد الله وإذا أمر بإخلاص الدين والعبادة لله، فإنه يسر ويفرح بعكس المشرك الذي طمست بصيرته وطمس قلبه واسود قلبه وامتلأ بغير الله سبحانه وتعالى من الضعفاء والمساكين والمحتاجين إلى الله جل وعلا. ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فهم بيستبشروا بالضعيف الفقير الذي يحتاج الذي يمرض الذي يبأس الذي يفقر، يلجأ إلى هؤلاء ويترك ربنا سبحانه وتعالى الغني الحميد الذي بيده خزائن السماوات والأرض. ولذلك تجد عند هؤلاء الذلة وتجد عند هؤلاء الفقر وتجد عند هؤلاء تشتت البال وتجد عند هؤلاء الضياع والحزن والكآبة والمصائب والفتن في الدنيا قبل الآخرة، لأنهم دايرين العزة والنصر والرزق والتأييد والولد والشفاء والعافية والمحبة والزوجة، دايرين الحاجات دي من مخلوقين زيهم. ربنا قال: إن الذين تدعون من دون الله كلهم
عباد أمثالكم فادعوهم. هنا يقول شوف في الكتب يقول لك الأولياء بيصرفوا في الكون، والأولياء بيعوجوا الحنك، والأولياء بيجروا الشمس، والأولياء بيقلبوا البيت ولد، والأولياء بيعلموا الغيب، والأولياء بيصرفوا في الكون، والأولياء بنزلوا الأمطار، لكن ده كله كذب وباطل وضلال. القرآن قال كده، والمشركين ذاتهم كانوا عارفين الكلام ده. عشان كده لو أبو جهل ربنا بعثه وجلافي في سوق ستة في ناس بيركبهم بسطونة، والله مخلوق عامل فوق مسلم تخيل، وتلقاه عقيدته في العولات ديل في ديل، عقائد خربانة في ناس زي ديل، ناس ما عندهم مع الله سبحانه وتعالى شيء. ربنا قال المثل الذين قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما عندهم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يعني ما بيقدر يديك، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. واحد جانا امبارح بيسأل فينا، قال الأولياء قاعدين يقولوا إنهم بيدوا الرزق وإن الزول لو ما جاهم ما بيدوا رزق. قلنا لو طيب قبل نجيك للآيات والأحاديث، نفترض إنه الجماعة ديل الفقراء والدجالين والكذابين ديل الرزق عندهم، طيب ليه يقوموا يدوا الخواجات رزق أكثر من المسلمين؟ وليه ماسكين مننا الجاز والبنزين؟ فهمت؟ فده كل يا أخواننا باطل، وليه بيشيل منك أنت قروش لو عنده الرزق؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى قال حاكيا قول إبراهيم إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا أي اطلبوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وربنا سبحانه وتعالى قال ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم شيئا من ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، ما بيقدر. الفكي ما عنده حاجة عشان تمشي له، ما ممكن يا أخواننا ورقة ورقة كتب دجال زي ده خطه تقول كاتبة بالصلعة بتاعته، ما ممكن ده يكون سبب في إنه الأرزاق تجي عليك دارة، ما ممكن. الرزق ده ترفع يدينك لربنا سبحانه وتعالى الكريم الرزاق، ربنا بنزل عليك الأرزاق. ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. عشان كده ده المجار مدل يوم القيامة بيتبرأوا منه. ربنا سبحانه وتعالى قال وبرزوا لله جميعا، الدراويش والأتباع والطواغيت الكبار، ربنا قال وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وربنا سبحانه وتعالى قال وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. عشان كده أنت ما تباري لك طريق أو جماعة، وما يغشوك بالقصائد، قصائد ما عندها حاجة، فهمت؟ قصائد ما فيها أي حاجة غير الكذب على الناس، يقول لك أبقى منهم وليهم وخلي الحمال عليهم، فهمت؟ نادب العباس بناديه، سيدي ساكن فاس بناديهم، قم يا حي بناديهم، ناديهم لي بناديهم، ميت أو حي بناديهم، فهمت؟ وانت بتنادي فوقهم ميت أو حي وما ادوك أي حاجة، بقيت تجيب معاك
وحدات كافرات وسخات تجي تشغلهم للرجال في سوق ستة، ما عمل لك حاجة، ها؟ ما عمل لك حاجة، والرجال ما قدروا يسووا حاجة، أنت ذاتك ما قدرت تسوي حاجة، دار تجيب الحريم، الحريم ده بنجيب لهم شفعنا الصغار إن شاء الله، بنجموها إن شاء الله، وإن تابت وآمنت وأصلحت إن شاء الله نزوج لها ولدي العمر 3 سنة هو رضي بذلك، فهمت؟ ما عندك حاجة أنت، ما عندك أي حاجة، ولذلك أديل بيورطوك، يورطوك كتب كلها ملانة ضلالات، يقول لك الولي يدينه فوق زي ما قال التجاني، قال إنه الأولياء قال كلهم من لدن آدم إلى النفخ في الصور، قال كلهم تحت كرة عيده، ده التجاني. جاء بتاع القادرية قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي. الحوت منه؟ انت قاصد يا تحوت، فهمت؟ داك تاني واحد يجيك يجي يقول لك نحن ماسكين الكون، ها، وانه نحن الدراك ونحن الماسكين الشغلة وما عندكم اي حاجة، ما عندكم اي حاجة، اي زول بكورك من برا ما تشتغل به ولا تناقشه، اقعد تحت اقعد ما في اي حاجة، شغلنا ده حار، اسي ما عندك زول بكورك بغادي لو نافع ما تمشي له هناك، لو فيه فايدة زولك ده امشي له هناك، نحن جيناك انا شغالين في محلنا ده، لكن شغلنا ده حقنا بتاع البقر، واحد تلقاه عامل فوقه قاعد وما شغال، بعد شوية المفعول بتاع الحقنا بيجي خاشلو في كلوته، تلقاه بعد ده بقى يتمحرك، فهمت؟ زي الفندق بتاع الويك الكبير ده بقى يتمحرك ويلف ويدور، لأنه الشغل ده آيات، آيات بتنجمك وتفرتق لك صلاتك وتديك قطعية ذاته، فهمت؟ فأنت آخر لك تباري القرآن كمسلم، ما تقعد تباري تباري الجماعة دين، ما عندهم لك حاجة. حصل يوم من الأيام لقيته ده يوميا بيشحت في الناس ويخلوهم يشتروا الحجابات المانعة، حجابات ذاتها فشن والله الذي لا إله غيره. أنت قول له حجابك ده لو تمام تعال جربه، نجربه فيك، نمشي نشيل إذن من الجهات الرسمية عشان الموضوع ده نحسمه، تاني جنبك ما بنشتغل، ما بنجي جنبك. عندك حجاب سلاح ولا حجاب بتاع عسر ولادة؟ مستشفيات الولادة قفلت شغالات ولا ما في؟ ها؟ وغيرها من الحجبات. قال وأنزلنا إليك القرآن لتبين للناس. حميدة بيقول أبو بكر الصديق ما عنده صلاحيات وحميدة عنده صلاحيات، تخيل. قال وأنزلنا إليك القرآن لتبين للناس. الآية دي لا في التوراة لا في الإنجيل لا في القرآن، دي نجرة حميدة أسي، والآية هو قاصدة طبعا. زول طعن في الصحابة دي مشكلته كبيرة. الآية أصلا في سورة النحل ربنا قال ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، شنو يا أخوانا؟ ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. فالآية دي الرسول مش ربنا أخول له يفصل ويبين، الرسول ربنا أداه الصلاحية يفصل ويبين، قال عليكم بسنتي وشنو؟ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين شنو؟ من بعدي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على شنو؟ على ضلالة. والصحابة كلهم قاموا أجمعوا بالإجماع على إنه القرآن يجمعوه في مصحف واحد في زمن أبو بكر الصديق. لما جاء زمن عثمان رضي الله عنه وفي مصاحف ظهر الثانية، قام عثمان رضي الله عنه شاور الصحابة وحرقوا المصاحف كلها وجابوا المصحف الأول الجمع أبو بكر الصديق باستشارة الصحابة وخلوه اللي اسمه المصحف العثماني اللي قاعدين نقرأ منه الليلة. فيبقى ده ما بدعى يا أخوان، ده عبارة عن شنو؟ ده عبارة عن سنة، ده عبارة عن سنة، عرفتها؟ طيب عرفتها؟ فدي أول كذبة جاب حميدة. أول حاجة نجر له آية، ده نمرة واحد. نمرة اثنين قال جمع القرآن بدعة، جمع القرآن بجاب إجماع الصحابة، لكن لكن زي ما قال المثل أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، فهمت؟ وزول زايد له حاجات بتاع ودار يجي ينظر في القرآن، ده نمرة واحد. نمرة اثنين المسائل الثانية اللي بيذكرها دي ترغيم القرآن و إلى آخر، العلماء قالوا ده من باب المصالح المرسلة، من باب تسهيله. المسألة بتاع جمع القرآن دي كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في، لكن حميدة ما عندك، انت ما فاهم حاجة،
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة قال: ما كان أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ده دليل البخاري ولا ما دليل؟ في مسند الإمام أحمد، في مسند الإمام أحمد، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان بيكتب الحديث، فجاءت قريش قالت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أتكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشر يتكلم في الرضا والغضب؟ قالوا: الرسول ده بعد مرات يكون غضبان وبعد مرات هو بشر في النهاية، كيف تكتب عنه أي حاجة؟ وده دليل إنه كان في شنو أخوانا؟ كان في كتابة. فبعد ذاك قام يعني عبد الله بن عمرو بن العاص مشى للرسول صلى الله عليه وسلم وقام كلمه بالكلام ده. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه، وأشار إلى لساني عليه الصلاة والسلام، ما خرج منه إلا حقه. من الأدلة كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان في الحج، فجاء رجل يقال له أبو شاه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تكلم كلاما طويلا فيه من الفوائد والعلم الغزير من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله اكتب لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاء. فكتابة الحديث قاعدة، كتابة السنة قاعدة، وكون يجمع المصحف في واحد دي قاعدة، كلها عند أدلة. لكن انت ما فاهم، انت ما فاهم، انت ما فاضي من لقيط الحجابات تعمل للنساوين حجاب قال لعسر الولادة. والله الوحدة لو دايرة ولدها دا جنادة تجهضه تمشي تعلق الحجاب بتاع حمينها، تعلق الحجاب بتاعه وتقعد ترجع ولدها يمرق بيمرق فطيسة ساكت، فهمت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما تعلق حجاب، قال: إن الرقى والتمائم والطولة شرك. ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. عشان كده أخواننا نحن دائما بنجي ندعو الناس بما قال الله سبحانه وتعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ندعو إلى البدع والضلالات، لأن البدع يا أخواننا بتبعدك، بتبعدك من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض قدامكم، قال: وليذادن أقوام من أمتي من على الحوض أعرفهم غرا محجلين من آثار الوضوء، قال: فتطردهم الملائكة فأقول: أمتي أمتي، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول: سحقا لمن غير وبدل. عشان كده ده الآن بيدعوك بيجيب في الشبهات دي عشان يوقع للناس إنه البدع ما فيها شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لك: لو أنت ارتكبت البدع يوم القيامة وأنت أحوج ما تكون إلى أعمالك الصالحة، الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعو عليك. سحقا معناه شنو؟ معناه هلاكا إذا أنت مشيت في البدع، فهمت؟ عشان كده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسن. كلام واضح، فهمت؟ أما الكذب بتاعه القديم اللي بيقول فوقه إنه ديل داعش وإنه ديل تكفيرين وإنه ديل، ده كلام ذاته بقى قديم، أمشي جيب لك كذبة تاني، لأنه نحن لو بقينا داعش طايوقك ما بالقلاف في فيسوك ستة، فهمت؟ لكن ده كله كلام باطل ومن تشويه أهل الحق، زي ما فعل ذاك ابن النضر، ذاك الحارث ابن النضر في سورة المدثر، قالوا له كده الغران ده الأولاد بتاعنا الصغار كلهم آمنوا وبقوا مسلمين، شوف لنا طريقة الناس دي تصدهم عن القرآن، فهمت؟ قام قال لهم: والله لو قلنا شعر ما بتمش، لأنه ده ما شكله شعر، ولو قلنا ده كلام كاهن برضو ده ما كلام كاهن، لأنه كلام الكاهن ما كده، ولو قلنا ده سحر برضو ده ما سجع السحرة. قال: لكن أقرب حاجة نقول إنه سحر، ربنا قال: إنه فكر وقدر، زي عمك ده، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر،
فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. ربنا قال شنو؟ سأصليه سقر. فكونك تنبز أهل الحق بالباطل ده ما بيخدع به الناس، والحمد لله الشعب السوداني بقى عارف الحاصل، فهمت؟ ها؟ والدعوة الحمد لله السلفية انتشرت بفضل الله سبحانه وتعالى. واحد من أخواننا بيحكي لي في غرية هنا شرقي رفاعة، الصوفي ساكله وشافع في الحلة جاري وراه زي عمك ده، داري دقه واحد من الناس الكبار قال له يا زول مالك ساكي الشافع ده؟ قال له وقال له الصوفي عطالة. فهمت؟ الشفع عرفوك، الشفع ذاتهم عرفوك، فهمت؟ فانت ما عندك موضوع. ولذلك يا اخواننا تشوه اهل الحق الدعوة بتمشي لقدام. ها؟ فرعون حاول يشوه صورة موسى عليه السلام وانه ساحر وانه كذا وكذا، ففي النهاية كان هلاكه وكان ذهب ملكه بسبب رفضه لدعوة الحق. وربنا سبحانه وتعالى قال لنا يا ربنا سبحانه وتعالى قال إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. يعني زي ما رسلنا لفرعون موسى عليه السلام فلم يطع فرعون موسى عليه السلام فأهلكناه، فأنتم أرسلنا إليكم رسولا كريما وهو محمد عليه الصلاة والسلام فأطيعوه، فإن لم تطيعوه أهلككم الله. أترك الفرصة للشيخ الطيب ضحوي.